اسمي عمر الصيام، فقدت الأستاذ اللي كتير حنون عليا. كمان اسمي سارة عليان، فقدت سيدي في الحرب هذه. أنا زيد إسماعيل دوام من غزة، فقدت عمي وولاد عمامي. أنا فقدت صاحبتي كندا، كان في الفصل كان كتير حنون علينا، وكل واحد بيزعل، كان يراضيه، كان يلاعبنا، يعني كتير حنون. وكان كريم يعني كتير وحنون علينا، ولما نزعل يجيبنا شوكولاتات ويطلعنا على البحر ثاني يوم الصبح. كنا نروح مع بعض على المدرسة ونشتري زي بعض ونلبس مع بعض، كنا نحكي أسرارنا لبعض، وكنا نرسم مع بعض ونحب الرسم، كنا نحلم عن بعض. بقيت دائما مبسوط معهم، بقيت انا كل ليله بالعيد انام عندهم. بعد الحرب ايش راح اقعد اموت من العياط بعد الحرب. قديش فقدته هو وخالي، ان شاء الله بلاقيه هو وخالي في الجنه. والله يرحمها الحين هي استشهدت وانا شفت لها كثير، كان كثير كويس وبتمنى يكون في الجنه.